طواف المشاعر للحرس الملكي يعتبر مظهراً من مظاهر الأصالة المغربية، أثار بالرباط المحاور الرئيسية للمدينة، جاء احتفالاً بمناسبة عيد الشباب السعيد، ويصادف هذه السنة الذكرى 55 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. طواف المشاعل جاب عدة شوارع العاصمة وصولاً إلى ساحة البريد، وحضره مجموعة من الشخصيات الوازنة، حيث قدم عناصر الحرس الملكي عرضاً بهيجاً وغنياً بالألوان إلى الجمهور الرباطي، حضر بكثافة للاحتفال بهذه الذكرى السعيدة، وتمكن الجمهور من الاستمتاع بلوحات فنية على الإيقاعات الموسيقية والعروض المتناسقة لخيالة الحرس الملكي. الحرس الملكي قام بتأدية عروض بالسلاح بسلاسة وجمالية وانسجام تام بين الحركات الاستعراضية والإيقاعات الموسيقية للفرقة النحاسية للحرس الملكي، والتي لقيت استحسانا كبيرا من طرف الحاضرين. وتحت التصفيقات الحارة للجمهور، حلت عناصر القوات الملكية الجوية والدرك الملكي محل الحرس الملكي لتأدية عروض موسيقية رائعة أبهرت الحاضرين. تنظيم طواف المشاعل يحيل إلى صميم تقاليد الحرس الملكي العريقة، بدأ منذ بداية القرن العشرين، ويتم تنظيمه سنوياً منذ سنة 1947 بمناسبة عيدي العرش والشباب.